الآن مشاهدينا إلى زوايا المراسلين وبالتحديد من واشنطن الزميلة هند إبراهيم مراسلة العلوم والابتكار. يسعد مساك هند. موضوعنا الأول عن الخفافيش والرضع، ما هي العلاقة بين الخفاش والرضيع؟ يا هلا ريم، حقيقة الموضوع العلماء استغربوا على الموضوع، وأعني تحديدا علماء الاقتصاد البيئي في جامعة شيكاغو. فبعد تحليل كميات كبيرة من البيانات الحكومية وجدوا أن المناطق التي تتفشى فيها متلازمة الأنف الأبيض التي تصيب عادة الحيوانات البرية وتقتل الخفافيش ارتفع فيها نسبة الوفيات لدى الأطفال حديثي الولادة بنسبة 8%. طبعا الموضوع يعني غريب، وبعد بحوثات طويلة توصل العلماء إلى أنه بسبب أنه الخفافيش يعني تأكل كميات كبيرة من الحشرات، يعني الخفاش الواحد يأكل مئات الحشرات بالنهار والآلاف أثناء الليل بما في ذلك البعوض، والأهم هو أنه يأكل الحشرات والآفات التي تلحق الضرر بالمحاصيل الزراعية، مما يجبر المزارعين على استخدام كميات كبيرة من مبيدات الحشرات. وطبعا هذه المواد الكيميائية هي التي تضر بحياة الأطفال وتؤدي في نهاية المطاف إلى وفاتهم. وجدت الدراسة أنه منذ أن بدأت هذه الظاهرة، وهي بدأت في الولايات المتحدة عام 2006، متلازمة الأنف الأبيض بدأت في ولاية نيويورك وقضت على 70% من الخفافيش الموجودة هناك. الأمر يضطر المزارعين إلى استخدام 31% من المواد الكيميائية والمبيدات أكثر من المعتاد. ووجد الخبراء أنه كلما زادت نسبة الاستخدام 1% من هذه المبيدات فهي تؤثر أو يعني ترتفع عدد وفيات الأطفال بنسبة 0.25%. متلازمة الأنف الأبيض تصيب الخفافيش، يعني يكون هناك نمو حول أنفهم أبيض اللون، يسبب إلى أن يوقظهم من السبات، وهذا في نهاية المطاف يجعلهم يحرقون المخزون الطاقي، فإما يموتون بسبب البرد أو بسبب يعني الموت من الجوع. لكن هذه ليست الدراسة الأولى، وهذا ليس يعني الحيوان الوحيد الذي يعني النقص فيه أو الزيادة فيه يؤثر على النظم البيئية. كانت الولايات المتحدة أيضا قد نقلت بعض الذئاب سابقا من يلوستون، وهذا أدى إلى ارتفاع في عدد الغزلان ونقص في النباتات. فيعني الهدف من هذه الدراسة هو تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على البيئة والنظم البيئي والتنوع البيولوجي. نعم. طبعا بالفعل. طيب ماذا عن الوقاية من الخرف، هل من جديد؟ نعم ريم، طبعا يقول الخبراء أنه بحلول عام 2050 سيصل عدد الأشخاص المصابين بالخرف إلى أكثر من 150 مليون شخص، وهذا 3 أضعاف ما هو العدد عليه الآن. النصائح التالية هي خلاصة مجموعة من الدراسات نفذتها جامعات متعددة في الولايات المتحدة. الأولى تنصح بحركة العين، يبدو أن العين يعني مرتبطة ارتباط وثيق بالقدرة الإدراكية، وذلك لأن العين تميز ملايين الأشياء حتى بدون أن نستوعبها، وهذا له علاقة وثيقة بالدماغ، وقد تنبئ العين بأنه الشخص يصاب بمرض الخرف 12 سنة قبل أن يحدث ذلك. ينصح الخبراء بأن تحرك عينك بشكل مستمر، طبعا مشاهدة التلفزيون، القراءة وألعاب الفيديو جيم تؤثر كثيرا. الغريب أنه وجدوا أن حركة العين الأفقية هي أفضل من حركة العين العمودية، أنه الأشخاص اللي يستخدمون يدهم اليمين يستفيدون من هذه المسألة أكثر من الأشخاص الذين يستخدمون يدهم اليسار. ولا يعرف العلماء السبب. أوكي طيب، يعني أنا ما في داعي أني أسويها. طالما أنت يعني مشاهدة التلفزيون والقراءة هي تساعد كثيرا على حركة العين. المسألة الثانية التي ينصح فيها الخبراء هي استمر في التعليم. وجدوا أن هناك علاقة وثيقة بين أنه كلما زاد استمر
بقيت في التعليم لمدة سنة واحدة فأنت يعني تقلل احتمال الإصابة بالخرف بنسبة 11%. وأيضا التعليم المستمر يساعد الدماغ على التكيف مع التغيرات التي قد تحدث في المخ. المسألة الثالثة هي النوم، الحفاظ على النوم بشكل مستمر. وجدت دراسة تابع 8000 شخص تقريبا تتراوح أعمارهم بين 50 إلى 70 سنة، أنه الأشخاص اللي ناموا أقل من 7 ساعات بالليل كان ارتفعت نسبة احتمال الإصابة بالخرف بنسبة 30%. ممتاز. عريم. نصائح المسألة المسألة الرابعة هي أحط نفسك بالناس، يعني الإنسان كائن اجتماعي ويبدو أنه العزلة الطويلة تؤثر على العقل وعلى الحالة النفسية بشكل عام، ولكنها ترفع احتمال الإصابة بالخرف والألزهايمر بنسبة. يعني نصائح مهمة جدا هند، شكرا لك وشكرا لوجودك معنا في هذا الصباح.